وضع فريق الأهلي طرابلس قدما في الدوري 32 من دوري أبطال إفريقيا عقب عودته من زنجبار بفوز سهل على نظيره KMKM بهدفين دون رد. أخضر العاصمة بدأ اللقاء مهاجما وفرض سيطرته على مجريات المباراة وأضاع العديد من الفرص السانحة للتهديف لولا رعونة مهاجميه في اللمسة الأخيرة. التعادل السلبي استمر حتى الدقيقة 41 حينما تعرض الوافد الجديد المغربي محسن متولي لعرقلة داخل المنطقة تحصل على إثرها على ضربة جزاء انبرى لها التونسي أيوب عياد محرزا الهدف الأول. وفي الحصة الثانية أجرى المدرب التونسي فتحي الجبال بعض التغييرات على شكل الفريق جاء على إثره الهدف الثاني عن طريق البديل عبدالله العريفي في الدقيقة 65. ثنائية وضعت الأهلي ذهنيا في الدور المقبل ويستعد لتأكيد التفوق في مواجهة الإياب حينما يستقبل KMKM السبت المقبل على ملعب بنينة تحت أنظار 5000 من أنصاره بعد موافقة الكاف على حضور الجماهير لمساندة الفرق الليبية في المشاركة الإفريقية. فهل نشاهد المدرجات في ملعب بنينة بمدينة بنغازي تتزين بالجماهير وبفرحة التأهل ليلة السبت المقبلة؟